إذا جالنا إمساك أول يوم العيد نعمل إيه؟ أو في أي يوم من أيام العيد أو في أي يوم عادي، إذا جالنا إمساك لقوا التفاح المشوي، تفاح مشوي من الحاجات الجميلة جدا اللي بتخلينا نتخلص من الإمساك. الحلبة بالبذر بتاعها، حلبة حصى، حتى لما في القهاوي زمان كان يعمل واحد حلبة حصى، يقول لك واحد حلبة حصى وصلحه. الحلبة الحصى لوحدها لأن فيها مواد جيلاتينية ومواد غروية تساعد في منع الإمساك، وكانوا ياكلوا الحب بتاع الحلبة بعد ما يعملوا بعد ما يشربوا المية، ياكلوا الحب بتاعها، لقوا إن ليه تأثير أيضا من التأثيرات الجميلة جدا في القضاء على الإمساك. 7 حبات تين مع معلقة زيت زيتون أيضا من الحاجات اللي بتقضي على الإمساك. لقوا الناس اللي بياكلوا برتقال، 3 حبات برتقال الصبح على الريق، ممكن نعملها حتى بعد كسر الصيام، ناخد 3 برتقالات الصبح، لو ليهم تأثير جميل جدا في القضاء على الإمساك. في ناس كتيرة لو حتى شرب عصير برتقال بطنه تمشي، فدي من الوصفات الجميلة لو حصل لا قدر الله عشان نتجنب الإمساك.